السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، محاضرتنا اليوم هي تكملة لتبويب إنسرت. أول مجموعة هي مجموعة بيجز، تتكون من كفر بيج لإدراج غلاف للكتاب أو الملزمة، بلانك بيج لإدراج صفحة فارغة، بيج بريك لتقسيم الصفحة إلى قسمين أو صفحتين. من تبويب إنسرت نختار كفر بيج لإدراج غلاف، حيث نختار أحد الأغلفة كما موضح أمامكم. نلاحظ إدراج الغلاف في بداية الملزمة أو الكتاب. أما لإدراج صفحة فارغة بين الغلاف وبقية الملزمة، تبويب إنسرت بلانك بيج، نلاحظ إدراج هذه الصفحة الفارغة بين الغلاف وبقية الصفحات. ولتوضيح ذلك سنقوم بتصغير، فنلاحظ وجود الغلاف في الصفحة الفارغة ثم بقية الصفحات الممثلة للملزمة. أما الأمر الثالث، بيج بريك يقوم بتقسيم الصفحة إلى قسمين، فلو أردنا كل مجموعة في ورقة نحدد الموقع ثم بيج بريك. نلاحظ مجموعة بيجز في ورقة ومجموعة تيبل في ورقة أخرى. كما تلاحظون بالتصغير. مجموعة تيبل لإدراج أو إضافة جدول من التبويب إنسرت ثم تيبل، الذي يتكون من عدد من المربعات، كل مربع يمثل خلية كما سنلاحظ بعد قليل. من إنسرت نختار تيبل ثم نحدد عدد الخلايا في الصف، المربعات الموجودة بشكل أفقي تمثل الخلايا الموجودة في صف روز صفوف. أما الخلايا الموجودة في الجدول بشكل عمودي تمثل الخلايا الموجودة في الكولوم. سنختار جدول متكون من ثلاثة أعمدة وصفين، نلاحظ إدراج هذا الجدول. ممكن أن نحدد الجدول عن طريق هذه العلامة، وللتحكم بأبعاد الجدول عن طريق هذا المستطيل الصغير أو المربع الصغير، ولتحديد أبعاد الخلية عن طريق الأسهم بشكل أفقي أو عمودي، ولتحديد الأعمدة في الجدول عند ظهور السهم الصغير الأسود نطرق بالماوس فتتحدد الأعمدة، وكذلك بالنسبة للصفوف يظهر هذا السهم. نؤشر الجدول كما وضحنا من هذه العلامة. تظهر بعض التبويبات الخاصة بالجدول كما موضح.
المطلوب فقط كيفية إدراج الجدول وكيفية تحديد عدد الصفوف والأعمدة. الطريقة الثانية، إذا كانت عدد الصفوف والأعمدة لا تكفي أي أكثر من 10 في 8، سنختار Insert ثم Table ثم نختار Insert Table. في هذه الطريقة مطلوب أن نحدد Number of Columns، عدد الأعمدة، فمثلا نختار 3 أعمدة كالمثال السابق. أما الصفوف فسنختار صفين، Number of Rows 2. نلاحظ إدراج هذا الجدول، نقوم بتحديد الأعمدة والصفوف كما مبين أمامكم، وكذلك نؤشره من العلامة التي تظهر في الجهة اليمنى العليا من الجدول، ومن هذا المربع الصغير نتحكم بأبعاد الجدول. والحدود بين الخلايا نتحكم بها بهذا الشكل بالوقوف على الحد الفاصل بين الخلايا. ولإدراج نص غير مباشر يتم عن طريق المجموعة تكست، نختار تكست بوكس أو وورد آرت. أما لكتابة معادلة رياضية أو رمز فنختار من المجموعة Symbols رموز، نختار أما Equation أو Symbol. بالنسبة لإضافة Text Box عن طريق التبويب Insert Text Box مربع النص، أما Word Art فهو النص الرئيسي ذو المؤثرات الخاصة. من Text Box نختار Symbol Text Box، سيظهر أمامنا مثل الورقة الصغيرة كما تلاحظون، ليس لها علاقة بالصفحة أو الورقة الرئيسية، ولذلك يسمى كتابة نصوص غير مباشرة. يظهر عند تأشير الصندوق أو مربع النص، أو أيضا نسميه صندوق النص، التبويب فورمات التنسيق اللي من خلاله نقوم بالتغيير. أما إذا أردنا تغيير حجم الكتابة أو النص أو تغيير اللون فعن طريق الهوم. سنكتب مثلا طلبة المرحلة الأولى، نحدد النص ومن هوم نقوم أما بتغيير حجم النص أو الخط، تغيير اللون، جعله سميك أو غليظ، تحته خط مائل، ونوسطه. كل ذلك ممكن عمله من هوم. أما من شريط أو تبويب فورمات، أما نقوم بالتحكم بنمط الشكل من شيب ستايلز، حيث نكون محددين صندوق النص ونختار أحد الأنماط الخاصة بالشكل كما تلاحظون. أما الوورد آرت ستايلز فهو لتغيير نمط النص، نختار أحد الأنماط. النوع الثاني من الكتابة غير المباشرة عن طريق Insert Word Art. نلاحظ Word Art هو نص رئيسي ذو مواصفات خاصة أو مؤثرات خاصة. كذلك بالنسبة لشريط أو تبويب فورمات نلاحظ Word Art Styles، أي إذا أردنا نص غير مباشر وبه تأثيرات
فنختار مباشرة وورد آرت بدون الحاجة لاختيار تكست بوكس. نختار وورد آرت، نلاحظ، نختار نمط معين، نحدد النص المكتوب، نحذفه ونكتب طلبة المرحلة الأولى. كما تلاحظون نستطيع أن نتحكم بحجم هذه الورقة عن طريق هذه الدوائر البيضاء بالشكل الذي نريده. ممكن لنا أيضا أن نحدد النص ونغير حجم الكتابة من تبويب هوم، كذلك من تبويب فورمات نغير نمط الشكل كما عملنا سابقا في مربع النص. سنحدد الشكل ومن تبويب هوم نجعله مائل تحته خط سميك. وبذلك قارنا بين التكست بوكس والوورد آرت. أما بالنسبة لكتابة المعادلة الرياضية فعن طريق مجموعة سيمبلز نستطيع أن نكتب معادلة رياضية كاملة عن طريق equation، أو نكتب عن طريق الضغط على الأيقونة فتظهر لدينا المعادلات الرياضية، أو ممكن من insert نؤشر السهم الموجود تحت الأيقونة فنختار insert new equation. كما تلاحظون أو مباشرة على الأيقونة فتظهر لدينا المعادلات fraction الخاصة بالقسمة، script الموجودة بشكل أما مرفوعة للأعلى أو للأسفل، وهكذا إلى أن نصل إلى الماتريكس للمحددات والمصفوفات كما تلاحظ. وأيضا توجد بعض الرموز البسيطة، سنختار مثال من القسمة. سأقوم بتكبير حجم النص لملاحظة العملية بشكل صحيح. في البسط نكتب في المربع الموجود البسط، x plus 1 x زائد 1، وفي المقام نكتب x minus 2 x ناقص 2. ولكتابة الرموز كما وضحنا قبل قليل من تبويب insert نختار simple. هنا توجد الرموز الأكثر استخداما، اخترنا الأوم، وإذا أردنا رموزا أخرى نختار more symbols، وبالتفتيش عن الرمز الذي نريده فعندما نجده مثلا نبحث عن التاو نحدده ثم insert. وهنا تنتهي محاضرتنا، شكرا لإصغائكم طلبتي الأعزاء.